دينار الملك أوفا، الدينار الأنجلوساكسوني المضروب على الطراز العباسي. هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في انسايكلوبيديا العربية قسم المسكوكات الإسلامية. سك هذا الدينار ملك مرسيا أو إنجلترا الوسطى أوفا الملقب بريكس أي الملك على طراز الدينار العباسي الذي ضربه الخليفة المنصور، وهو دينار سنة 57 و100 هجرية. عثر على هذا الدينار المحفوظ حاليا في المتحف البريطاني في سنة 1841 ميلادية. تتميز هذه المسكوكة التي عرفت باسم مانكوس المأخوذ عن العربية منقوش بأنها تجسد محاكاة للدينار العباسي المضروب في خلافة المنصور، وتحمل الشهادة والآية القرآنية التي عرفت بها الدنانير الأموية وبعدها العباسية. وقد سجل الملك أوفا اسمه بأحرف لاتينية أوفا ريكس في الفراغات الفاصلة بين كلمات عبارة محمد رسول الله وبصورة مقلوبة. أما باقي المأثورات فتحاكي مأثورات الدينار العباسي مع بعض الأخطاء الكتابية، ولعل سبب تلك الأخطاء عدم إلمام قائمين على دار السكة بالأحرف العربية ومعانيها، بالرغم من عدم مطابقة الخط العربي المقلد للخطوط الأصلية، فإن الخطوط المنسوخة تشبهها كثيرا. تاريخ الدينار: يقدر أن هذا الدينار المقلد للدينار العباسي ضرب في السنة نفسها التي ظهر فيها الدينار العباسي أي سنة 57 و100 هجرية الموافقة لسنتي 773 و774 ميلادية أو ما بعدها في فترة حكم الملك أوفا، والتي استمرت إلى سنة 796 ميلادية. وثمة مصادر تحدد تاريخه في سنة 786 ميلادية أو السنة التالية لها. ويظهر اسم أوفا ريكس بالأحرف الرومانية على غرار اسمه المحفور على عنقوده الفضية، وإن وزن هذا الدينار المقارب للوزن الشرعي للدينار العباسي يؤكد العلاقة المقصودة بين المسكوكتين وأنها لم تكن مجرد مصادفة تاريخية. وتختلف الروايات بشأن العلاقة بين المسكوكة العباسية والمسكوكة الأنجلوساكسونية، وأبرز النظريات بهذا الشأن تأثر الملك أوفا بشهرة السكة الإسلامية وانتشارها ودقة صنعتها وجودتها، ورغبته بأن يقرن اسمه بها وينقشه عليها، وهو الذي تفنن بسك النقود. وهناك نظريات ترجح أن مصدر هذا التأثر اعتناق الملك أوفا للإسلام ورغبته في تسجيل هذا الحدث على وسيلة تخلده، ولم يجد أفضل من السكة الإسلامية التي تبرز وحدانية الله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ويرى بعض المؤرخين أن الدافع وراء إصدار هذه المسكوكة هو استخدامها في التجارة مع المناطق التي وصلها التأثير الحضاري العباسي أو كانت تحت سيطرة العباسيين مثل إسبانيا وإفريقيا، أو لاستخدام قوافل الحجاج المتوجهة إلى الأرض المقدسة فلسطين. خصائص المسكوكة: المعدن الذهب عيار 22 قيراطا، الوزن 4 غرامات و27 جزءا من الغرام أي ما يعادل 66 قمحة، القطر 20 مليمترا، السماكة حوالي مليمترين واحد. مأثورات الدينار: على الوجه عكس عقارب الساعة في المحيط الداخلي من الدائرة المحددة له ضرب هذا الدينار سنة 57 و100، على الوجه في المركز محمد رسول الله، وبين سطور المأثورات كتب باللاتينية أوفا ريكس. على الظهر في الطوق عكس عقارب الساعة محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهو جزء من الآية 33 من سورة التوبة، ويبدو ضعف الحروف واضحا في محاكاة مأثورات الدينار العباسي. على الظهر في المركز لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهي شهادة التوحيد. مكان السكة: تشير المصادر التاريخية إلى أن هذا الدينار المنقوش ضرب في مرسيا التي سك فيها الملك أوفا مجموعة من المسكوكات الفضية التي حملت اسمه وأحيانا اسمه وصورته، ولا يمكن تحديد مدينة السكة بدقة ضمن حدود مملكة مرسيا وترامية الأطراف، لكن الأرجح أن سك هذا الدينار قد تم بإشراف مباشر من الملك، لأنه لم يكن مثل أي مسكوكة أخرى عادية، خاصة وأن قرار سكه صدر عن أعلى سلطة رسمية واشتمل على خروج واضح عن أعراف السكة الإنجلوساكسونية. مقارنة بين دينار أوفا ودينار المنصور: